نتعرف على طريقة كيفية حل مشكل إلغاء إمكانيات الوصول في المشغل. نقوم بالضغط هنا على تطبيق اليوتيوب، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على أدوات تمكين الوصول، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إمكانيات الوصول في المشغل. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء إمكانيات الوصول في المشغل. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.